روح يا الله، روح يا روح. التحية متجددة مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء في تواصل الأشواط في صباح هذا اليوم يسير على بركة الله. شوط جديد من أشواط التحدي والإثارة، شوطنا الثالث عشر المخصص بالأبكار اللقاية المحليات الأصايل، انطلاقة موفقة نتمناها للجميع. نسير مباشرة إلى مقدمة الشوط ونتابع الصدارة والمركز الأول اللي تنطلق على مقدمة هذا الشوط. تتقدم الأبكار المحليات على مقدمة هذا الاندفاع، تكريم لسيف بن محمد بن سعيد بن دبية العفاري اللي يندفع على مقدمة الشوط وعلى المركز الأول، بينما ننتقل إلى المركز الثاني لأجد على المركز الثاني في هذه الانطلاقة الذيبة لمحمد بن سعيد بن بخيت الشامسي اللي تحتل المركز الثاني، بينما في المركز الثالث أرى الغدوم على ثالث المراكز في هذه اللحظات من الدكتور محمد بن خليفة بن محمد بن شاهين المرر، بينما في المركز الرابع اللي تتقدم هناك في هذه اللحظات ايضا الوارية لسعيد بن محمد بن ذويب العامري من تحتل المركز الرابع، بينما في المركز الخامس الشاهنية لسعيد بن سالم بن حمد بن الاسود العامري من يحتل المركز الخامس. هذه هي النتيجة والندى للخمسة المراكز الأولى، ولكن سيل جارف من الأسماء والشعارات اللي ما بعد الكادر الإعلامي غادمه أيضا، انتظروا مفاجآته في الكيلو المتر الأخير. نعود إلى الصدارة ونعود إلى المركز الأول وإلى رأس حربة هذا الشوط. تكريم وحافظ يا بن دبية، حافظ على هذا الاسم الذي تنقنم في العام الماضي بالسيف، اسم تكريم اللي على الصدارة الأولى وعلى المركز الأول. سيف بن محمد بن سعيد بن دبية العفاري من يقدم لنا تكريم، أين بينما في المركز الثاني اللي تتقدم الوارية لسعيد بن محمد بن ذويب العامري تنطلق على المركز الثاني وتغير في طريقها إلى المقدمة، بينما في المركز الثالث ثالث المراكز نوادر لحمد بطوير بالأسود العامري اللي احتل المركز الثالث، بينما في المركز الرابع الدخول اللي بدأ على رابع المراكز من سليل إبراهيم بن حمد بن محمد الدرعي، بينما في المركز الخامس اللي قادمه في هذه الاندفاع سرابة لناصر بن راشد بن سالم العمري. هذه هي النتيجة، هكذا النداء الثاني مشاهدين الكرام. أتممنا لحضراتكم وبنعود إلى مقدمة الشوط. بعود إلى شعار بالذويب اللي مسيطر على ظهر الوارية اللي سيطرت على المركز الأول، ولكن التغيير من سليل. انطلقت ما شاء الله وتبارك الله، نوعيه ممتازه وجيده ما شاء الله، صلوا على ذكر النبي ما شاء الله على هذا الاداء والسرعه اللي تقدمها ما شاء الله. عون ولون مثل ما يقولون الخبراء، هذه تقدمت الى الصداره الاولى ابراهيم بن حمد بن محمد الدرعي، بينما ثاني المراكز الواريه الواريه غادمه هنا سعيد بن محمد بن ذويب العامري
ايوه المركز الثالث غادمه شديده لسالم بن هدوب بن حمد المالكي، ولكن سليل اسم على مسمى ما شاء الله، راحت الى المصانع الجنوب، روحت الى اهل القوع 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 الى الرقعات. السلام سلام على هذا الاداء، ابراهيم بن حمد بن محمد الدرعي، والقادمه هنا سمحه محمد بن سالم بن حماد. اكتبي اللحظات الاخيره، اللحظات النهائيه، سلام القوع، سلام يا رقعات، سلام. المركز الثاني سمحه لمحمد بن سالم بن حماد الاكتبي، والمركز الثالث الواريه لسعيد بن محمد بن ذويب العامري، والمركز الرابع رابع المراكز اللي كان من نصيب شديده لسالم بن هدوب المالكي، وخامسا في المركز الخامس مشاهدين الاعزاء الخامس يا طويل العمر رقم 11 المركز الخامس مشاهدين الاعزاء ومتابعين الكلام من حيل الاعضاء لجنة خط النهاية. هكذا هي النتيجة مشاهدين الأعزاء ومتابعين الكرام، ونعود بالتهنئة إلى مالكي سليل، والسلامات إلى أهالي سيح السرية وإلى أهالي القوع، يستاهلون جميعا تهانينا والناموس لإبراهيم بن حمد بن محمد الدرعي. توقيت الزمني 6 دقائق و9 ثواني، توقيت متميز تدون تحت اقدام سليل. تهانينا لابراهيم بن حمد بن محمد الدرعي على هذا الفوز والانتصار.